طبعا كانت هي وحدة تتبع أقسام الباطنية. طبعا احنا وسعنا وصينا السنة اللي فاتت، السنة هذه طبعا تم إنشاها يعني كقسم بعد ما كانت وحدة طبعا تتبع أقسام الباطنية، فتو الآن بدأت يعني قسم. وطبعا التجهيز زي ما تعرفوا تجهيز يعني لعدد ممكن 8 أسرة باهي مجهزة تجهيز كامل. بالنسبة للأسرة الأخرى طبعا نصف تجهيز. العناية طبعا الثلاث حجر متكونة من 8 أسرة، حجر الأولى تلت أسرة عناية قلب، حجر الثانية تلت أسرة عناية عامة، وحجر سريرين عناية جراحة وحوادث. باقي القسم اللي يتكون من 4 حجرات ل 16 مريض تقريبا، اللي هو الاتش دي يو معد لحالة الطوارئ، وهذا من تجهيز غير كامل، ممكن تقول نص تجهيز. طبعا الظروف هذه والامكانيات هذه نحاول ان نخدم في 3 باش نخدم به المنطقه الممتده ممكن من كعان لكربوليا تقريبا، مع بعض الحالات من مسلاته وترهونه، ونحاول نغطوا بالظروف المتاحه ان شاء الله.